المدارس بمدرسة بيبي بلو الإعدادية للغات تاتي تاتو بيبي بلو تاتي تاتو بيبي بلو. نستهل الحلقة بالتعارف، اتفضل. أنا حمامة زيت وقت حضر المطريق مين؟ عمار. نبدأ الأسئلة. السؤال الأول في الكيمياء لمدرسة الله كيمياء. عارف بقى يا باشا الكيمياء دي كيف الأب وسيدنا يا شاكرة ده وكحة وبرشام المنور. ما تتعبنيش، اسمع السؤال. طيب. السؤال الأول في الكيمياء لمدرسة أم صابرين، أيهما أثقل، كيلو هواء أم كيلو كمثرى وقدامكم دقيقة؟ أنا أبو سيدنا قدامنا دقيقة، يلا من تاتك قوم جاوب جاوب يلا. اخرب بيت ليلتك، انا اجاوب. انا اسمع مرحبا بين الاجابه. كيلو كمثرى اتقل بس على حسب الفكهاني، يعني ممكن مثلا تروح لعبد الفكهاني ده اصلا حرامي، ممكن يديك مثلا. ايه ده ايه ده ايه ده؟ يا بيه اقعد. غلط. ايه غلط؟ اجابه ايه يا عم خاسة؟ ايه اللي بيقول لك كمثرى؟ جاوب ليه؟ انا خلي فكهاني. اقعد يا حمد. يلا يا ابني اجاوب انا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما دام ده كيلو وده كيلو بالعقل كده تبقى الإجابة خطأ. اسأل على وش 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 بلا وش بلا دقن اخرس. السؤال الأول لمدرسة بيبي بلو، لوحة الطريق إلى الغابة للفنان العالمي رينوار. ألف، ما اسم الغابة التي رسمت في اللوحة؟ ب، ما الذي كان يجلس معه وهو يرسم اللوحة في الغابة؟ ج، رسمها عام 1875، كان يوم إيه؟ سفلته تسفلته في قلبه، ركبها في قلبه. إجابة السؤال الأول، اسم الغابة غابة بولونيا، وكان يجلس حوله ثلاث حيوانات. الحيوان الأول غوريلا، والحيوان الثاني سنجاب نائم مخدر بسبب أكله النبات القاط، والحيوان الثالث النمس. النمس؟ اللي هو تيمون، تيمون وبومبا. برافو برافو عليك. انتوا ايه اللي وداكم غابة بولونيا؟ لا لا مش احنا، ده ساعة ما هو بيقول كده كنا احنا في جزيرة بدران. لا مرحبا. لا لا فعلا اقعد اقعد. اجابة السؤال الثاني، الذي كان يجلس معه اثناء قيامه برسم اللوحة ابن عمته فيتو كورليوني. ابن عمته؟ هو مش ابن عمته، هو في مقام ابن عمته. لان عمته لويزا ما كانتش بتخلف، اللي كانت بتخلف المربية بتاعتها ريبيكا. ريبيكا. ولما ريبيكا ماتت فعمته لويزا خدت الولد واحتضنته وربته وبقى زي ابنها بالظبط. ما شاء الله ما شاء الله. كملي يا حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. اجابة السؤال الثالث، رسمت اللوحة يوم الاربعاء. خطأ. البس. يوم الثلاثاء يا ناني. خطأ شائع. هما الأول اتعشوا وبعد كده اتوجهوا لحانة ماريو، وبعدين كانت الساعة وقتها 11:45 دقيقة قبل منتصف الليل، ثم توجهوا للغابة، وعندما بدأ الفنان بوضع الفرشاة في الباليتا لأول مرة كانت الساعة 12:03 دقايق بعد منتصف الليل، مما يعني أن اليوم قد أصبح الأربعاء وليس الثلاثاء. ما شاء الله ما شاء الله يا بنتي ما شاء الله. كريم، أنتوا كم واحد في الفصل؟ إحنا الفصل. انتوا الفصل. ما شاء الله يا حبيبي. نعم. نستأذن حضرتك، احنا بقى عندنا مشوار. رايح فين يا ابني؟ ما حضرتك المزمازيل بتقولك وصلت لغاية محط الفرشة في الفانيلا. الشرطة في الفرشة في الفانيلا. الفرشة في الفانيلا. استفاد. اقعد. انا بستفاد. اقعد يا ابني اقعد. سؤال سهل. سؤال سهل اللي جاي ده. سؤال سهل. يلا ركزوا معايا. السؤال الثاني لمدرسة ام الصابرين في تاريخ، اسكت شوية. في تاريخنا الحديث خاضت مصر العديد من الحروب. أوه. عام 56 و67 و73. السؤال هو، كم حربا خاضتها مصر في تاريخها الحديث؟ ايوه ايوه هو السؤال بقى. ايه ده؟ عدد الحروب اللي خاضتها مصر. انا اقول لك يا باشا، اصل احنا الثلاثة بيقعدونا كده جنب الفصل عشان مفيش مكان جوه، فلما جت المسابقة جم يسلكوا ثلاثة فما عرفوش مكانهم، لا احنا بره. ده من حظي ان انتوا اللي جيتوا. سلام عليكم. ايه ده؟ احد جاي يخرب بيتك في ايه؟ امك بتسلم عليك وبتقول لك خد شنطة المخدرات اتصرف لنا فيها. اه وكل دي المخدرات اتصرف لنا فيها. احد جاي خد شنطة المخدرات اتصرف لنا فيها. احد جاي انا يخرب بيتك هتفضحنا. احد جاي اتصورت يا عم انت في العناطر. اقعد يا حبيبي، ده تلوث عادي تلوث. اتبع كده شنطة المخدرات اتصرف لنا فيها. احد جاي انت هتقلبنا بالمخدرات بتاعتك. اسم الحصان الذي كان يمتطيع عنترة بن الشداد في آخر معركه؟ ما الذي كان يضايق الحصان الذي كان يمتطيع عنترة بن الشداد في آخر معركه؟ واو اعرف انت تيه يا أخي. الله ايه أصل خلفية. اسم الحصان الذي امتطاه عنترة بن الشداد في آخر معركه؟ حنكش. خطأ. خطأ يا ناني. الأدهم. 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 الأدهم.
ادهم شتم الادهم. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ تعمل ايه يا بت؟ ايه ده؟ هي بتعمل ايه يا عمار؟ بتعمل زي ما ميس ساندي بتاعت الاتيكيت علمتنا، ازاي تقدر تسيطر على العدو عن طريق عينيك الثابته كده اهو. كفايه كفايه يا عمار، ده مستر خليفه. خلاص يا بنتي خلاص خلاص، معلش فك يا بنتي. ارفع كده يا امي يا عم، انت ناقص. كملي يا بنتي. في اخر معركه العنطره بن شداد كان الحصان الادهم مريض، كان عند الحكيم البيطري الدكتور عوى بن ورد، لانه كان بيعاني من ازمه نفسيه اثر وفاه حبيبته المهره سكرى التي كان يحبها. اما الحصان الذي امتطاه عنطره بن شداد في اخر معاركه فهو حنكش الذي استعاره من اخيه شيبوب. برافو عليك، برافو عليك، ما شاء الله. دوبي دوبي دو دوبي دوبي دو، ده صوت مستر هوكنز نازل المدرسة. دوبي دوبي دو دوبي دوبي دو. كونجراتيليشنز عمار، كونجراتيليشنز ناني، كونجراتيليشنز كوكي. مستر خليفة. لا ما تحرمنيش خليفة. مستر خليفة. أنا حاسس إن هم أرهقوا جدا من المسابقة، اسمح لي أخدهم معايا يعملوا ريلاكسيشن في جزر المالديف. هو إحنا كل ما نكسب نروح جزر المالديف؟ آه عايزين نروح جزر الكاريبي أو هاواي. أوكي نروح يومين المالديف، يومين هاواي، يومين الكاريبي. مش عايز حاجة نجيبها لك معانا من جزر الكاريبي؟ لو ما فيهاش تعب كيلو مشبك. اوكي مسيو خليفه. اكسكيوز مي، لازم امشي حالا لان الهليكوبتر دايره بره. انت ما تقولها تتفضل. لا الهليكوبتر دايره هتاخدنا. ليتس فلاي ويز مي. معقول اول مره؟ دوبي دو دوبي دوبي دو دوبي دوبي. طب قول الهليكوبتر المره دي ما تتحسبش. عم خليفه. لا يا حبيبي احنا مش هنروح معاهم الهليكوبتر. لا لا بالنسبه ليكم انتوا البوكس اللي جايبكم جايب بظهره ده من الاستوديو. اقول لك ايه؟ تقدروا تشرفوا. اقول لك ايه يا استاذ؟ هو مين بيتهوفن اللي جه خد العالي وجري ده؟ مالكش دعوه بيه، الحق انت بس البوكس عشان مستعجل. ايوه ايوه عندك حق يا استاذ خليفه، سيبك بقى عشان فعلا احنا عندنا مرابع لازم نلحق البوكس. يلا يا حبيبي. الله رجاله، صباح عليكم المصطفى. الله رجاله، صباح عليك. خد يا صباح عليكم. ابنائي الطلبه، احبائي الطلبه، على وعد بالشرطه المخدرات اتصرف لنا فيها. انت عيل لا مؤاخذه ماشي. طب الحقوا شرطه المخدرات اتصرف لنا فيها. ايوه ايوه معلش معلش، اصل البوكس البوكس ده كان صفه تاني. سلام عليكم. الله عندي نفرق دمعه ونشتت شمله ونبث الرعب في قلوبه، فاذا سقطوا لا تقوم لهم قائده. فلننقد عليهم في بيوتهم ونمزق احشاءهم ونقطعهم اربا اربا. تكلم يا ابن اللئيمه. الراي عندي الا نشتري منهم ولا يشتروا منا، الا نشرح لهم ولا يفهموا شيئا، وان نؤدبهم ونمدهم على ارجلهم ونعرقلهم من الخلف، وإذا سألنا أخرجنا. لنسألهم في الشعر. حل الفلافل فالفلافل كالفلا. وسؤال، ما المزحلج؟ فلنسألهم في العلوم الطبيعية والرسم. ارسم جندولا ممتعضا متعدد الاخراج، يروي كنيفا ممتطيا سائل الانف مسترح الحنايا، وذلك لحظه الغروب. اين الجواري؟ سلام عليكم. عمنا فين يا ابني؟ هدخل المشاريب دي للاساتذه. غفل ما تدرسش الاهل. الاساتذه جوه بقالهم 10 ساعات بيحطوا امتحان الثانويه العامه.